التسلط على الناس، الاستكبار، الظلم، البغي. إذن هنا نحن نتحدث عن الفرعونية بمفهومها الشامل، والتي تصل طبعا في النهاية وبشكلها الأكثر تجليا إلى فعل الظالم الباغي الذي يتجرد حتى من الإنسانية. الإنسان يتعدى حدود الحيوانية وحدود السباع حينما يصبح يقتل لشهية القتل، والناس اللي يقتلهم لا يعتبرهم بشر، وإنما لا يعتبرهم يعني بمرتبة أحط من البهائم والحيوانات. فهنا يكون تجرد الإنسان من إنسانيته، من أخلاقه، فضلا عن أي قيم أخرى. ولذلك الفرعونية هي تعبير عن الظلم، عن البغي، عن التسلط. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. شوف، هل أنت من هؤلاء؟ تكون من أهل الآخرة إذا خلا قلبك من إرادة العلو والفساد في الأرض، العلو بالظلم. ولذلك معنى قوله سبحانه علا في الأرض لا يجب أن يفهم على أنه علو عادي، لا، هو علا بمعنى تجبر وتكبر وطغى، هذا معنى علا في الأرض. إذن هنا تجبر وطغى واصبح يحتقر الشعب، لا يرى الناس برتبته. وإذا احتقر الحاكم شعبه لن يرى أنه بحاجة إلى خدمات ولا إلى عدل، وإنما يرى أنه مجرد نفاذ قدره فيهم بقتل هذا وإعفاء ذاك، أنه هذا يعني يعتبر فضل ومنة منه. تبقى العقدة الرئيسية وين؟ في المجرم الأكبر الذي يقوم بتنفيذ عملية قتل، وهو يعلم مثلا أنه هذا قتل بغير حق وبغير شرعية وبغير غطاء ولا إذن من الله سبحانه. أن تجد أناسا فقدوا الضمير وصار عندهم استعداد أنهم يقوموا بهذه العملية، السياف الذي تعود مثلا على عملية القتل أو إطلاق الرصاص، هذا الإنسان أن يطلق رصاصه على نيشان يجرب فيه، أو يطلقه على حمامة، أو يطلقه على إنسان، الأمر عنده سيان، ربما يستمتع بهذه الجريمة أحيانا، ويمكن يستطيع يعد الناس الذين قام بتطيير رؤوسهم، مثل ما يقول الشاعر، يقول وعلى الجدال الصلب نافذة بها معنى الحياة غليظة القضبان، قد طالما شارفتها متأملا في السائرين على الأسل يقضاني، فأرى وجوما كالضباب مصورا ما في نفوس الناس من غليان. يقول عن السجان، يقول عبثت بهن أصابع السجان من كوة بالباب يرقب صيده ويعود في أمن إلى الدوران. أنا لا أحس بأي حقد نحوه، هذا جميل أنه ما يحس بحقد، يعني ماذا جنى فتمسه أضغاني، هو طيب الأخلاق مثلك يا أبي، لم يبدو في ظمأ إلى العدوان، لكنه إن نام عني لحظة ذاق العيال مرارة الحرمان.